أنا اسمي مصطفى حسين، مؤسس شركة ريدي ميد، شركة تحت التأسيس. هدفها الرئيسي بعمل منتجات صديقة للبيئة بشكل أساسي من البراميل، على أساس تبقى في الآخر منتجات ينفع استخدامها في الحياة اليومية، زي ترابيزة، زي كرسي وحاجات تانية. عادة أنا بجيب البراميل بنزل أنقيها، بتبقى بحاول أشوفها بجودة كويسة، الدهان بتاعها كويس، مش مخبوطة، الكلام ده على أساس لما تيجي تستخدم يبقى شكلها النهائي لطيف، وفي نفس الوقت ما بقاش مضطر أني أرشها، فده حاجة تضر بالبيئة. حاجات الرش بالحاجات دي معمولة من الكيميكالز وكده. فأنا بجيب البراميل وبعدين بجيبه هنا، أنا سامر أيوب، المدير التنفيذي لشركة أنلس كرييشنز، الوكلاء الحصريين لزيوت وولف مصر. كان عندنا دايما تفكير إزاي نعيد استخدام الفوارغ من العبوات ومن الزيوت المستخدمة، وقدرنا نتقابل مع مصطفى حسين شركة ريدي ميد، ولقينا بيعمل أفكار لطيفة جدا من البراميل، خاصة حاجات مفيدة زي الكنب، الكراسي، الترابيزات. قسم المسؤوليه المجتمعيه للشركات في شركه اندس كرييشن تبرعت كميه من البراميل على اساس تستخدم لايفنت مع الايتام. اسمي نهال شتا، وانا مسؤولة عن الكوربريت ريسبونسبيليتي في PwC. لما جت خضرة تشتغل مع الاطفال، هدفها كان الاكبر ان هو يعلمهم يعني ايه تكون عندك بيئة مستدامة، يعني ايه الايشوز، ازاي مثلا الكوكب الارض ده اصلا جه ازاي، وازاي يكون عندهم اويرنس اكتر عن الطاقة المتجددة، الريسايكلينج اند سو فورث. ده هدفه الرئيسي، انه بتفتح افاق الاطفال اللي هم في دور الايتام، على اساس يبقى شايفين ان في اختيارات اكتر قدامهم، مش مجرد انه يطلع يشتغل برضو في الخدمه الاجتماعيه وكده. الرول الثانيه وكانت يمكن الاهم اللي ما كناش مستوعبينها، ان الاطفال من خلال وطنيه عايزين يوسعوا افاق الفكر بتاعهم، انه انا لما اكبر ممكن اشتغل في مجالات ايه. فخضره كانت الايم بتاعتها ان هي تعرفهم مجال البيئه، ايه الحاجات المختلفه اللي انت ممكن تعملها فيها. فخورين ان احنا تقريبا كل الهالك من عندنا او كل البراميل المستخدمة بنقدر نوفرها لشركة ريدي ميد عشان تعمل بيها حاجات مفيدة للمجتمع.